أزيد من 30 سنة قضاها إبراهيم جرادي يجوب بين معالم الموقع الأثري زانولات سبع التابع لبلدية زانة البيضاء بولاية باتنا، يكشف لنا عن بعض أسرار المدينة العريقة ديانا فيترانيوم التي شيدها الرومان وحولها الأحفاد البيزنطيون إلى قلاع وحصون. احنا رانا في زانة المدينة الرومانية اللي تسمى ديانا فيترانيوم، تأسست بداية القرن الثاني حوالي 140 بأمر من الإمبراطور تراجان. المدينة تتربع على مساحة قارب 90 هكتار، بها معالم بارزة والباقي كل تحت الأتربة. من ضمن المعالم البارزة كان أقواس النصر ماكرا وماركورال. بالنسبة للقوس ماكرا اللي تحول في الفترة البيزنطية أثناء الفتوحات الإسلامية تاع سيدنا عقبة بن نافع، تحولت إلى قلية ما يسمى بحصن بيزنطي. كاينه ثاني من ضمن اهم المعالم اللي راهي بارزه القلعه البيزنطيه اللي تبنات مواد البناء اللي داوهم البيزنطيين من المرافق الرومانيه اللي كانت دايره بالفورم. القلعه ثاني مازالت مش ما جراتش عليها حفريات ولا دراسات. الدعوه الى تهيئه الموقع الاثري بغيه استقبال الزوار والباحثين وحمايته من التخريب والاحتداءات المتكرره. انا كعامل هنا منذ ازيد من 30 سنه نشوف انعدام الكهرباء، الماء ما كانش، مرافق اللي كيجيو الباحثين ولا الطلبة ولا ما كانش وين حتى وين ياكل يدير كسكروت، ما كانش وين يرقد. التعديات المستمرة اللي راي ماكلة المنطقة المحمية وخاصة من جهة الشرق. المهم جميع شروط اللي تحفزك العامل وتخليك تدير حوايج بزاف محرومين منهم ما عندناش. نستغل أي فرصة باش نشحر بهذه المدينة وباش يجيونا الناس، لعله تكون التفاتة جدية من قبل السلطات. لا تزال الكثير من المعالم المدفونة والأسرار التي لم تبح بها مدينة ديانا التي أخذت اسمها من آلهة الصيد والطبيعة حسب أساطير الإغريق والرومان تنتظر الحفريات والتنقيب عن أسرارها المخفية.